بداية أهني من أعماق قلبي كل أهلي في محافظة نينوى وفي مدينة الموصل على وجه الخصوص بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. إن شاء الله أيام أهلنا كلها أعياد بالموصل بمحافظة نينوى وفي كل العراق إن شاء الله. بالنسبة لقطاعاتنا جميعا، احنا عقدنا مؤتمر لكافة القيادات والأجهزة الأمنية واتخذنا الإجراءات اللي من شأنها بإذن الله أن تحول دون وجود أي ثغرة أمنية. اللي نطلبه من أهلنا في مدينة الموصل خلال أيام العيد أنه يكونون أكثر حذر ويكونون أيضا بتماس مع قواتنا الأمنية من أجل أن نعمل سوية في تفويت أي فرصة لكل من تسول نفسه التربص بأمن مدينتنا وأمن محافظتنا. الحمد لله والشكر سبحانه وتعالى أنعم علينا بالأمان يعني خلال الفترة المنصرمة وخاصة خلال شهر رمضان المبارك. أبناءكم الأبطال من القوات المسلحة من الشرطة والجيش والحشد طيلة الأيام ديواصلون الليل بالنهار في عمليات استباقية من أجل إلقاء القبض على فلول داعش وعلى ما تبقى من خلاياه النائمة. آخر واجب كان ليلة أمس، أبطال الشرطة استطاعوا من إلقاء القبض على 42 داعشي مطلوب للقضاء وفق المادة 4 إرهاب في مناطق غرب نينوى. طائرات الاستطلاع تجوب أجواء المحافظة، أيضا أجهزتنا الاستخبارية كلها مستنفرة والشرطة والجيش راح يشوفون هناك كثافة أكثر بالدوريات. كل هذا من أجل أن نحافظ على أمن مدينتنا وعلى أهلنا. يا رب يجعل كل أيامنا عيادا وكل عيد وأهل الموصل وأهل العراق بكل خير إن شاء الله.